مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات مدرسة مودرن فيوتشر، أهلا بكم. معكم مستر عبد الرحمن موسى، مدرس مادة التربية الرياضية. هنتكلم النهاردة في جزئية في جزئيتنا النهاردة عن الأخلاق الرياضية. الأخلاق الرياضية دي إيه مفهومها؟ مفهومها إن أنا بتبع قواعد اللعب النظيف مع زمايلي ومع أي حد بلعب معاه رياضة، إن أنا دايما بخلي بالي على المنافس بتاعي، محاول إن أنا ما أذيهوش لأن هو زيي وزيي، لو أذيته في وقت من الأوقات هلاقي في وقت بعد كده ممكن أي حد يأذيني وكده مش هتبقى رياضة. الهدف الأسمى من الرياضة إن يبقى فيه روح رياضية بتحلى بالأخلاق الرياضية. هضرب مثال بسيط في دورة الألعاب الأولمبية من فترة الثلاثينات والأربعينات، احنا أخذنا ميداليات كتير جدا، أو أنا بتكلم باسم مصر طبعا، مصر أخذنا ميداليات كتير، ميداليات ذهبية وميداليات فضية في فترة الثلاثينات والأربعينات، وكانت الميداليات ديت أكتر مركزة في لعبة رفع الأثقال، أخذنا فيها بطولات كتير، وكان من ضمن الأبطال المصريين اللي أخذوا ميداليات ذهبية خضر التوني. بعد كده وبعدها بفترة كبيرة جدا قعدنا مدة كبيرة جدا ما بناخدش بطولات في دورة لوس أنجلوس سنة 1984. أعتقد إن في بعض منكم عارفين القصة ديت، قصة البطل بطل الجودو محمد علي رشوان اللي حضر لحد لعب لحد المباراة النهائية، كان هيلعب المباراة النهائية مع لاعب ياباني اسمه ياماشتا، وهو خارج أثناء المباراة لقى إن ياماشتا ده عنده إصابة في رجله، وهي نفس الرجل اللي محمد علي رشوان بيلعب الحركة بتاعته الدائمة اللي هي بتخليه يكسب، نفس الرجل اللي فيها الإصابة بتاعت ياماشتا. فطلع المباراة وهو عارف إن ياماشتا عنده إصابة في رجله، فمرضيش يلعب على الإصابة ديت، فضل إن هو يفضل واقف بيدافع، وياماشتا كان عارف ومتأكد كمان إن هو عارف بموضوع إصابته، فتحلى بالأخلاق الرياضية مع زميله ومرضيش يلعب على الإصابة بتاعته، وانتهت المباراة. ودي كانت المباراة النهائية، ولو كان لعب عليها كان هياخد الميدالية الذهبية، بس التاريخ ما كانش هيذكره زي ما ذكره بأخلاقه الرياضية. محمد علي رشوان بعد المباراة ديت اتكرم من إمبراطور اليابان، سافر مدة كبيرة جدا في اليابان، قعد هناك مدة كبيرة جدا، تكريم هناك لأخلاقه الرياضية، العالم كله لحد اللحظة دي عارفه وبيكرمه، بيطلع تحكيم في أي مباراة دلوقتي بيتكرم. اتجوز واحدة يابانية وقعد زي ما قلت مدة كبيرة جدا في اليابان. بعد كده في أولمبياد سنة 2004 كان كرم جابر خد الميدالية الذهبية في المصارعة. أعتقد في منكم ممكن ينسى كرم جابر اللي هو خد الميدالية في 2004، وما ينساش محمد علي رشوان اللي خدها سنة 1984. في نفس السنة 2004 أخد محمد رضا ميدالية فضية في الملاكمة، ممكن برضو محدش يفتكرها. في كمان ميداليتين برونزيتين في نفس الدورة سنة 2004، ميداليتين برونزيتين في الملاكمة. في كمان كان تامر بيومي أخد في التايكوندو في 2008، هشام مصباح أخد في الجودو 2008، كرم جابر خد فضية 2012. بس كل التاريخ ممكن ما يذكرش الميداليات دي كلها، هيذكر بس الميدالية اللي اتاخدت بالأخلاق الرياضية. وده هدف الحلقة النهاردة، إن احنا بنحس على الأخلاق الرياضية. لازم تخاف على زميلك، لازم تخاف على أقرب الناس ليك، لازم يكون عندك أخلاق رياضية، ودي صفة جميلة جدا لازم الكل يتحلى بيها. ودي كانت حلقتنا النهاردة، ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق.